بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين ويمن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصلوا يا غريب يا مظلوم كربلاء ويا مسلوب العمامة والرداء يا قتيلا أصبحت دار العلا من بعدي قفرا وربوع الجود محلا، ما حسبنا أن نرى من بعدي للتقى مغنا وللجود محلاه، ما نعتك الخلق لكن قد نعت فيك إحسانا ومعروفا وبذلا، لا خطت بعدك فرسان ولا جرد الشجعان يوم الروع نصلا بأبي العاري ثلاثا بالعراء، ولقد كان لأهل الأرض ظلا بأبي المقتول عطشانا وفي كفي بحر يروي الخالق جملا، فلو عاينت أهله ترى نوبا فيها رزايا الخال تسلى من أسير وسدته البزل حلسان وقتيل وسدته البيد رملا، وبنفسي من غدت نادبة جدها والدم في الخد استهلا، جد لو تنظرنا إذ قربوا نحونا للساي أنقاضا وخزلا لرأت عيناك خضبا فادحا جل أن يلقى له الناظر مثله، العباس عند البار حيحوط الصواوين
يا مرويني واخوته اكل غمس الحين والخيل مسروجة وألا مستعدين واصغي للصايح ولا منهم جفنا وشلون حال الحسين سيدتي قالت وحسين من يسمع بكاه أبو خيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بصدرها طفلها وباتت خيمنا مطلبة وتزهر بهلها وصيوان أخوي حسين حالة رفرف أعلى ودي شلون حالك يوم خدرت علي قالت واصبحت وشبولي الخواه شمحولي وقوا وامسيت مالقنا واتستر بالجفوف قلع على السجاد يا عم شجاني حجيت وانا مقدار اتحرك من مكان قالت يا نور العين عتب على زماني اللي ابوها علي الكرام شلون تنضى صاحت ضيعني ابن امي وخلاني غريبة لا هل عندي ولا بلد بجنبي قريبة شدعوة يا علم طول الغيبة ما تنشف زينب وياها نساوي ومات ناحية المشرعة وعية نادي ومت على أخوها أبو فاضل تنادي تقعد يا من قطعة وعلى جودة أياد تقعد يا راعي العلام راس من الحزن شاب مان الوديع من ابوكم حيدر داحيل انا لله وانا اليه راجعون وافوض امري وحالي الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وخطاب مجدي الحكيم وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه المصطفى محمد
وعجل فرجهم يا كريم ولعن أعداؤهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله سبحانه وتعالى قد جعل ضابط للبلاء لا تنفك، وهذه الضابطة لا تنفك إلا إذا سلطت على غير الموحد لله سبحانه وتعالى. إذا سلطت على غير الموحد لله سبحانه وتعالى يكون هذا البلاء نقمة والعياذ بالله، ولكن إذا لا زال موحد لله سبحانه وتعالى فإنما هذا البلاء يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد. قالوا ما هي القاعدة وما هي الضابطة؟ قالوا الضابطة والقاعدة استلت من حديث قدسي لنبي الله موسى أن الله عز وجل قال له: يا نبي الله موسى، إذا أحببت عبدا ابتليته. فهنا ضابط وقاعدة على أنه لا يمكن أن يكون هناك بلاء يسلط على العبد إلا من شأه حب الله سبحانه وتعالى. وهذه الضابطة والقاعدة لا تنفك إلا إذا كانت ماذا؟ على غير الموحد وغير العبد لله سبحانه وتعالى يكون البلاء إنما نقمة وليست ماذا؟ نعمة. أما إذا سلط البلاء على هذا العبد يكون ماذا؟ منشأه حب الله عز وجل إلى ذلك العبد. ولكن هنا أشكل على هذه الضابطة وعلى هذه القاعدة. قالوا أن إذا قلتم على أن منشأ البلاء لا يكون إلا بالحب، يعني الله عز وجل لا يبتلي المؤمن ولا يبتلي العبد إلا أن يكون منشأه ماذا؟ حب الله عز وجل إلى ذلك العبد. هنا قالوا أن العبيد على ثلاث طبقات: من العبيد من يكون عاصٍ لله سبحانه وتعالى، ومن طبقة العبيد من يكون مؤمن لله سبحانه وتعالى، ومن طبقة العبيد من يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا قلتم على أن منشأ البلاء حب الله عز وجل لا يمكن أن يكون هناك انفكاك بين البلاء وبين حب الله عز وجل إذا سلط على هذا البلاء على هذا العبد، فماذا تقولون في النسبة إلى العاصي؟ هل الله عز وجل يسلط بلاءه على هذا العبد العاصي دليل على أن الله عز وجل يحب العاصين؟ هل الله عز وجل يحب العاصين؟ أليس أن العاصي إنما هو الذي يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فكيف تقولون على أن الله عز وجل يسلط بلاءه على هذا العبد سواء كان عبدا عاصيا مؤمنا ولي من أوليائه بجميع طبقاته يكون ماذا؟ منشأه الحب. فكلامكم هذا دليل على أن الله عز وجل يحب العاصي. الجواب عن هذه الإشكالية: نعم، الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وهذا العبد العاصي شيء أو ليس بشيء؟ شيء. ولذا ورد أن نبي الله موسى كان واقفا على جبل طور يناجي الله سبحانه وتعالى ويقول: يا إله العالمين. قال له الله عز وجل: لبيك. قال له: يا إله المطيعين. قال له الله عز وجل: لبيك. قال له: يا إله العاصين. قال له الله عز وجل: لبيك لبيك لبيك. قال له: إلهي، ناديتك بأحسن الأسماء وقلت لي لبيك مرة واحدة، فلما قلت يا إله العاصين قلت لي لبيك ثلاثة. فقال له: اعلم أن العالم يوم القيامة يعول على علمه،
والمطيع الأول على إطاعته، ولكن العاصي لا يوجد له أحد سواي، فإنه يفر من غضبي ويلتجئ إلى ماذا؟ إلى رحمتي. انظر إلى ماذا؟ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أنها وسعت ماذا؟ وسعت كل شيء. والله عز وجل إنما يسلط بلاءه على ذلك العبد العاصي. لماذا؟ إنما حب الله عز وجل إلى ذلك العبد لكي يكفر عن ذنوبه ولا يأخذ من هذه الدنيا إلا صافي وصافي. وإذا تشوف لاحظ العبد المؤمن في آخر أيام حياته يلتفت إلى سجله، يلتفت إلى سجله، هل يوجد من المعاصي لولا؟ إن كان معاصي يلا الله ابتلاه ببلاء بمرض معين ويبقى يؤن من ذلك المرض، يؤن والله يكفر بذلك البلاء ماذا؟ ذنبه. ولذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن المرض صوت الله في أرضه يؤدب به عباده. ولذا رحمة الله عز وجل وسعت ماذا؟ وسعت كل شيء. هناك يناقشوا يقولوا طيب إذا الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، هل ذلك الناصبي الذي ينصب عداءه لأهل البيت، ينصب ماذا؟ عداءه لأهل البيت، هل أيضا رحمة الله عز وجل تشمله لو لا؟ أم يطرد من تلك الرحمة؟ قالوا ما دام أن ذلك الناصبي، التفت، ما دام أن ذلك الناصبي شيء فإذا داخل تحت دائرة رحمة الله سبحانه وتعالى. قالوا شلون؟ قالوا نعم، الله عز وجل قد فتح باب رجوعه وباب التوبة إلى جميع الخلائق بلا استثناء لكي يرجعوا إلى ذلك الباب، وهذه رحمة لهم، ورحمة رحمة الله عز وجل فتح باب الرجوع والتوبة إلى ذلك العبد ماذا؟ إلى ذلك العبد الناصبي الذي ينصب عداءه شنو؟ لأهل البيت، يوم القيامة إذا يأتي ويكبه الله عز وجل على من خريف في نار جهنم وينادي رب ارجعوا لي عندي أعمل صكال، إنها كلمة هو قائلها انتهى. يقول الله عز وجل قد فتحت لك باب ما أغلقته في وجه أحد، وهذا منشأه ماذا؟ منشأه رحمة الله عز وجل إلى جميع الخلائق. ولكن العبد لا يستحي مهما بلغ الله عز وجل في رحمته، إلا أن العبد لا يستحي. لاحظ في حديث قدسي يقول ما نص عبد، الله عز وجل يقول في حديث القدس ما نص عبد دعاني ورفع يده إلي إلى طلب المغفرة أستحي أن أرد دعوة عبدي. الله الذي خلق السماوات السبع الأراضين السابع يقول أستحي أن أرد دعوة عبدي، ولكن عبدي لا يستحي أن يعصيني وأنا أراح. لاحظ رحمة الله عز وجل شلون، ولاحظ العبد شلون معاملته مع الله عز وجل. الله عز وجل يخاطب العبد، خلقت الدنيا لأجلك وخلقتك لأجلي وخلقتك لأجلي، وتتركني وتتبع ما خلقته لأجلك. العبد لا يستحي، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، سلط بلاءه على ذلك العبد العاصي إنما تكفيرا لماذا؟ لذنوبه. قالوا طيب وذلك العبد، العبد ماذا؟ قالوا العبد المؤمن إذا كان منشأ البلاء حب الله عز وجل لذلك العبد العاصي لكي يكفر ذنوبه، فما هو منشأ البلاء أن الله يبتلي المؤمن؟
لماذا الله يبتلي المؤمن؟ لويش يبتليه؟ قالوا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الله عز وجل قد ابتلى المؤمن ماذا؟ امتحانا لإيمانه. قالوا هنا أن الله عز وجل إذا ابتلى هذا المؤمن لكي يمتحن إيمانه، لماذا الله عز وجل يمتحن إيمانه؟ إلهي خليه على هالحالة، خليه على هالحالة، لويش بعد تبتلي؟ يمكن لعل وعسى أنك قد ابتليته وهذا بعد يطق ويطلع من الديانة ويطلع من الإسلام مرة واحدة. ولذا الله عز وجل ابتلى كثيرا من الناس في أموالهم في سنة من السنوات. ابتلى الله عز وجل كثير من المؤمنين أيام الأسهم، ما تشوف إلا من ثالث دور من البنك قط نفسه وانتحر. وإن وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا على أن إلهي لماذا تبتلي؟ دعه على هذه الحالة، خليه على هذه الحالة. قال لا لا لا، هذا ما يعلم من ظاهره شيء، ظاهرة خوش آدمي، سبحة طاقة للقاع، 50,000 خاتم بإيده من مسجد إلى مسجد ومن حسيني إلى حسيني، ولا يعلم من ظاهره شيء إلا شنو؟ إلا خيرا. زين، هذا العمل الظاهري لله عز وجل أم ليس لله عز وجل؟ هذا الله الذي عمله أم لا؟ ولذا هذا الرياء خفي خفي، ولذا يوم القيامة يأتي المرائي وينظر الله عز وجل إلى أعماله ويلفها ويصفعها في وجهه ويقول له ابحث عما عملته له يجازي. انت ما عملت لي، عملت للناس رياء. فالله عز وجل يبتليه لماذا؟ لكي يأتي إلى ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله ماذا؟ بقلب سليم. إذا الله ما ابتلى ما صار هناك وعي له وليس هناك إرشاد له. ولذا هذا البلاء إنما هي ماذا؟ تنبيه، التفات، هل هذا العمل لله عز وجل أم لا؟ وإذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الله يبتلي المؤمن امتحان ماذا؟ امتحان لإيمانه. زين، نجي إلى ماذا؟ الطبقة الثالثة. قالوا الطبقة الثالثة بعد لا تقول أن مع معصية عصى الله عز وجل، والله عز وجل قد ابتلاه لكي يكفر ماذا؟ عن ذنبه. لا لا، الله لم يبتلي لكي يكفر ماذا؟ عن ذنبه. الله ما ابتلى لكي يكفر عن ذنبه، هذا ولي من أولياء الله. هل الله عز وجل ابتلى لكي يمتحن إيمانه؟ قالوا لا، هذا ولي من أولياء الله. شنو الله يبتلي لكي يمتحن إيمانه؟ قالوا إذن منشأ البلاء لماذا؟ لويش الله يبتلي؟ أولا الضابط حب الله عز وجل، إذا أحببت عبدا ماذا؟ ابتليته. ثانيا علوا وسمو في درجات الكمال والعرفان. ولذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لما رأى جده في عالم الرؤيا؟ قال له يا أبا عبد الله إن لك درجات ماذا؟ درجات علوا وسمو في درجات الكمال والعرفان، إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة. فالله عز وجل ابتلى الحسين بماذا؟ بهذا البلاء، علوا والسمو في درجات الكمال والعرفان. ويأتي الجواب، شنو الجواب؟ إلهي تركت الخلق ضرا في خواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني بالحب إربا لا
لما مال الفؤاد إلى سواك ثلاث ساعات أبو السجاد ظل مطروح بالحامة على القومة يهم روحه ولا يقدر على القومة لكن من سمع حتى زينب نادته يا حسين قاموا وقع الغبرة وكيدا وقع الاثنين جرح قصته وجرح صدره من السهم النفل صابل وذني اثنين انج الفهد السهم بشعب مختلفات لو ما ينذبح جامات من ذل الثنين الجان من انزفت دمومة زينب نادت يا حسين بس لا تقوم النوب ما تكنر على اللغضة وقلبك بالسهم مسيوب شهادة عليك مكتوبة وعلينا اليسر مكتوب نمشي وجسمك ضعوفة لا راسة ولا شفوفة نمشي يسر للكوفة ردت ناجنش ردت اعلنش كثر مهضوم شلون ردت يا موالي قولوا لحدينا يمر بالغاضرية نسلم على الوالي وننصب له عزي قولوا لحدينا يمر بينا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين والله لروي قبر اخويا دمعة العين ويا ليت من فوق القبر تحضر للمني عراج على قبر الشهيد وصار لنيا والعابد السجاد من فوق الجمل طاع وزينب تنادي يا عز انقضى وراه وخرت على قبره ويتامى خاسوي نوب تقوم ونوب توقع والدمع سا وتصيح شوفوا باب قبر حسين لي شتريدين زينب قالت منظر تجفن لو بقى من غير تجفي واسكن معاه وماريد هالدنيا الزنية جينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمك قوم هاي المحامل قوم ردنا مهم ناسبة مهم ناسبة الغربة تردنا جيتك وجبت الراس ويا وشاني لي بالسبي حسين سلواي روحي في داخل قامت من قبر الى خاب الى ان حتى قواها سوت بابي وامي جلست على المنتصف بين قبر الحسين وبين قبر العباس تارة تنظر الى قبر الحسين وتارة تنظر الى قبر العباس وبها تصفق يدا على اخرى شو تقول بابي وامي تقول انا بقيت محيرة واصفج بلي انا لا عباس برالي ولا يضربوا وتعمل عين وتبقى حسرتي بصدري تكسر يل تسأل عن أحوالي أنا ظنوت على الكرة يل تسأل عن أحوالي
انا بنوت علي الكرار ورثت مصايب الزهرة صابتني انا وحسين انا ام الخدر زينب ونيران الحسن بحشار انا اللي شفت نارا لكن نار اشد من نار